الحكومة العراقية تغير خططها الأمنية، إجراءات مشددة مع تصاعد جدل المقاطعة وحدة المنافسة في مؤتمرات انتخابية شهدت تراشقاً وألفاظاً نابية غير مسبوقة بين الساسة السنة، ويترنحون تحت صراع زعامة المكون لرئاسة البرلمان. أما البيت الشيعي فنار تحت رماد بين جمهور متوتر وتصعيد سياسي بين مقاطع أو ممانع، مشارك أو مدافع. أما المفوضية فقد أنهت محاكاتها الرابعة بأخطاء أشرت وتوتر داخلي. وعلى الصعيد الأمني من جهة، ذكر النائب علي تركي يوم أمس هنا أن مذكرات إلقاء قبض سابقة ستفعل ومذكرات لاحقة ستصدر، الجميع تحت ترقب حذر والحكومة أمام اختبار حقيقي. مرحبا بكم.